والسؤال هو: من هو الشاعر الذي وضع كلمات النشيد الوطني المصري السابق والله زمان يا سلاحي؟ مهند، إجابتك. أحمد رامي. أحمد رامي إجابة خاطئة. للفرصة الثانية، عون. حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم إجابة خاطئة. المرة دي بقى هتفرق، يا زائد 10 يا ناقص 5. الفرصة الثالثة، بقولها بمنتهى الهدوء والثقة. والله زمان يا سلاحي، الإجابة الصحيحة صلاح شاهين.